الحكومة دلوقتي عاملة طوارئ عشان تفكر ازاي تخفف موجة ارتفاع الأسعار واللي حصلت بعد زيادات أسعار البنزين والسولار وغاز المصانع، فيا ترى بتفكر في ايه؟ في أكتر من حل قدام حكومة الدكتور مدبولي بعد توجيه الرئيس السيسي ليها بمراجعة برنامج صندوق النقد الدولي واللي فرض أعباء على المواطنين، وأول الحلول دي هي زيادة الحد الأدنى للمرتبات من جديد لأكتر من 6000 جنيه في الزيادة الجديدة. الحكومة ممكن تتوسع أكتر في برامج الحماية المجتمعية خاصة للفئات الأكثر احتياجاً وإضافتهم لبرامج الدعم النقدي زي تكافل وكرامة وغيرها، وكمان ممكن تخفف عن الفئات دي بحزمة حماية مالية خاصة أو مؤقتة زي ما عملت قبل كده مع العمالة غير المنتظمة في أزمة كورونا وصرفت ليهم منح مالية. أكتر خدمة ممكن تقدمها الحكومة دلوقتي للمواطن هي زيادة الرقابة على الأسواق ومراجعة الأسعار المبالغ فيها في الأسواق، وإنها تعلن عن أسعار استرشادية وفي نفس الوقت تزود المعارض الحكومية الخاصة ببيع السلع. وبنتكلم هنا عن المناطق اللي فيها أكبر نسبة فقر زي القرى والنجوع في الصعيد وبحري، واللي لازم يكون فيها منافذ بيع حكومية فيها كل السلع بأسعار معقولة تحمي الناس من غول الأسعار وتجار الأزمات. ومن بين الأفكار اللي المفروض تناقشها الحكومة هي الإعفاءات الضريبية أو تخفيف الضرائب على أصحاب الورش والمحلات واللي نشاطها محدود وصاحبها يدوب بيطلع قوت عياله، وكمان التوسع في برامج تمويل بنك ناصر الاجتماعي لفئات معينة وبفايدة قليلة. ده هيساعد ناس كتير إنها تعمل مشروعات وتوفر مصدر دخل جديد ليها. ببساطة بدل الحل في مليون حل الحكومة تقدر من خلالهم تخفف عن الناس الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكلفة المعيشة، لأن الظروف بقت أقوى من المواطن اللي مش عارف يلاقيها منين ولا منين. كمان لازم الحكومة تعرف إن الوقت ماشي ضدها وإن السرعة مطلوبة لقرار حزمة حماية جديدة بتستهدف الفئات الفقيرة، ولو ما عملتش كده هتلاقي نفسها قدام أزمة كبيرة مع الرئيس اللي كلفها بالعمل على تخفيف صعوبة المعيشة عن المواطنين. بانكير نبض البنوك.